احصائيات كتير جدا من معاهد ابحاث للكبد بتقول ان نسبه الاصابه بالنسبه لفيروس سي اكترها بيكون من المزارعين. حضرتك تفتكري ايه السبب في الموضوع ده؟ السبب في سببين. في سبب كان في بحث 12 كده حوالي 10 او اكتر سنين بيقول ان هي سبب ان اللي في وباء لفيروس سي في مصر هي حقن الترتيل اللي هي كانت بتستخدم لعلاج البلهارسيا في الماضي في تقريبا قبل 85 86. الحقبه دي كان لسه ما ظهرتش الاقراص بتاعه البلهارسيا اللي هي البرازيك كونتيل اللي بتستخدم في الوقت الحالي اللي هي 4 اقراص الانسان البالغ او حسب الوزن اللي الاقل سن الاقل وزنا. فكانت وقتها بتستخدم حقن الترتيل كانت بتتاخد في الوريد وكانت بتتاخد على دفعات دورات يعني ما كانتش بتتاخد مره واحده وخلاص كانت بتتاخد اكتر من مره. فكان بيقال يعني ان في ذلك الوقت كان بعض الوحدات الصحيه ما كانوش بيعقموا الحقن كويس خصوصا الحقن ما كانتش استخدام واحد زي اللي موجوده دلوقتي كان حقن زكاجيه وليها سن معدني فما كانش كانوا بيعقم بيغلوها كويس. ويكتفوا بأن الغلي ده هو ده كده عقمه. والله لو تغلي لمده 10 دقائق ماشي لكن هو لو هي 10 ثواني 10 بيغلوها. ثواني دي او اتحطت كده وخلاص او لم تغلى تماما فدي كانت مشكله. فبيقال يعني ان ده في ذلك الوقت كان بيحصل في بعض الوحدات فده سبب من ضمن من الأسباب. ضمن الاسباب. السبب التاني بقى ان وجود البلهارسيا نفسها في جسم الانسان مع وجود فيروس سي يعني هي هما الاثنين مرتبطين الى حد ما في زمن معين. احنا دلوقتي الحمد لله البلهارسيا قلت قوي الحمد يعني لله ما رب زادش 20 العالمين. 3% على المستوى العام. فلكن مثلا لكن هي قالت يا دكتورة وانتشار المرض زاد، انتشار الفيروس انتشار الفيروس زاد. زاد فلكن في وقت كان هما الاثنين موجودين فكان السبب بقى في الوقت ده ان وجود البلهارسيا في كبد المريض كانت بتقلل المناعة جدا بتاع جسم الإنسان بحيث لو الإنسان تعرض زي ما قلنا قبل كده في بعض الناس بتتخلص تلقائيا من المرض نتيجة المناعة العالية. لكن وجود البلهارسيا في الكبد كان بيقلل المناعة دي بحيث إن هو يستقر بقى الفيروس في الكبد. وجودهم الاثنين مع بعض بيزود المضاعفات بحيث إنها بتقلل سنين عمر الكبد المتلف.